فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا جامع الرجل امرأته في رمضان فكفرته تحرير رقبة؟ نعم. يقول: إذا جامع الرجل امرأته في رمضان، نعم، فكفرته تحرير رقبة وصيام شهرين، أو صيام شهرين. فكم تقدير الرقبة بالريالات في وقتنا الحاضر؟ ما في رقبة الآن، الرق ممنوع الآن، ولا في رقبة. يعدل إلى الصيام أو إلى الإطعام 60 مسكينا، أما الرقبة في الوقت الحاضر ما هي موجودة، ولا يخرج بدلها دراهم، لا بد من العتق إذا وجد، أما إخراج الدراهم ما يكفي. نعم.